المزيد معنا من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي مرحبا بك، لو تعطينا مزيد من التفاصيل، هل من معلومات جديدة حول هذا القصف الإسرائيلي على طرطوس وجبال القلمون؟ نعم مساء الخير. طبعا مثل ما قلت بنشرة سابقة بأن هناك خسائر بشرية، وبالفعل قلت من الجنسية السورية هم 3 عناصر من الدفاع الجوي، أيضا هناك جرحى، ولكن هناك معلومات عن قتيل آخر من جنسية غير سورية. الاستهداف كان كالتالي: هناك رادار وهناك بطاريات للدفاع الجوي نحو 8 كيلومترات جنوب قاعدة القاعدة الروسية أو القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، أو نحو 22 كيلومتر عن الحدود السورية اللبنانية. بعد الاستهداف مباشرة شوهدت سيارة إسعاف وشوهدت شاحنتين على الأقل محملة بالصواريخ تخرج من تلك المنطقة. هل إسرائيل عندما استهدفت تلك المنطقة كانت تعلم بوجود صواريخ لحزب الله؟ لأن جرى استهداف مستودع واستهداف بطاريات دفاع جوي ورادار في هذه البقعة من التراب السوري، لكن هل حزب الله كان يتهيأ حقيقة الأمر وجاءت المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل لإدخال هذه الصواريخ للأراضي اللبنانية؟ إلى الآن لا نستطيع التأكيد أو النفي، ولكن ما نؤكده بأنه بعد الغارات الإسرائيلية شهدت شحنتين محملتان بالصواريخ خرجت من تلك المنطقة التي استهدفت بالطيران الإسرائيلي أو بالصواريخ الإسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية. أيضا في القلمون والقطيفة، في قرب مشفى القطيفة كان هناك قاعدة للدفاع الجوي يوجد فيها مستودعات جرى استهدافها أيضا بصاروخين، أي أن هناك 5 صواريخ على الأقل إسرائيلية وصلت إلى أهدافها في التراب السوري، سواء في ريف دمشق أو في جنوب طرطوس أو ما تعرف بجنوب العاصمة البحرية الروسية في البحر المتوسط. أستاذ رامي، هل نتحدث عن دخول شحنات من الأسلحة، شحنات جديدة للأسلحة، أم هناك تمركز طبيعي يعني الجيش السوري لربما بعض الميليشيات الإيرانية؟ لا، هو بالعادة حزب الله لا يستخدم طرطوس إلا قليلا، ولكن على ما يبدو حزب الله يريد أن يبحث عن طرق مختلفة لإدخال أسلحته إلى الأراضي اللبنانية. شاهدنا قبل أسابيع عندما استهدفت أيضا في طرطوس يعني هنجارات أو مداجن وهنجار آخر لتربية الأبقار جرى استهدافه، ولكن لم يكن داخل هذه الهنجارات لا أبقار ولم يكن هناك دجاج داخل هذه الهنجارات، كان هناك سلاح لحزب الله اللبناني كان يخزنه في تلك البقعة من التراب السوري. حزب الله مؤخرا بدأ يستخدم طرطوس بشكل واضح، والنظام على ما يبدو لا نعلم إذا كان يعلم بصواريخ حزب الله أم لا يعلم، ولكن حزب الله الآن يستخدم كل المنطقة المحيطة بالأراضي اللبنانية من أجل إدخال سلاحه إلى الأراضي اللبنانية. ودعنا نقول بأنه في شرق سوريا هناك ميليشيات موالية لإيران كفاطميون وزينبيون وميليشيات عراقية، ولكن الشق المتعلق بالحدود السورية اللبنانية فقط حزب الله وميليشياته هم الذين يسيطروا على هذه الحدود، سواء ميليشيات سورية أو ميليشيات لبنانية. ولكن من قتل في هذه الغارات وهذا القصف هم جنود سوريون، هل ستكون لهذا الأمر تداعيات برأيك وبالتالي ردة فعل سوريا؟ لا أعتقد بأن هناك سيكون ردة فعل، وأنا عندما قلت في النشرة السابقة الضحايا هم دائما أبناء الشعب السوري، القتال إسرائيلي إيراني على التراب السوري، ولكن بالنهاية نشاهد بأن ضباط الدفاع الجوي ليسوا ضباط قمح، هم ضباط دفاع جوي يستخدمون الصواريخ من أجل حماية السماء السورية، لم يقوموا بقتل المتظاهرين، لذلك هم الذين يقتلوا، ونشاهد بأن غالبية الذين قتلوا هذا العام بالصواريخ الإسرائيلية كانوا من الجنسية السورية، ومن السوريين فقط 2 كانوا من الحرس الثوري الإيراني، ما تبقى من السوريين، وهناك ميليشيات أخرى من جنسيات غير سورية لا تهتم بها إيران، سواء كانوا من الأفغان أو الباكستانيين. أين يبدو الموقف الروسي في كل ما يحدث، خصوصا وأن هذه المنطقة تعتبر منطقة للنفوذ الروسي؟ نعم، يعني الواضح بأن روسيا هي لا تريد أن تتدخل بالقتال الإيراني الإسرائيلي على الأراضي السورية، أو دعنا نقول بأن
روسيا هي تعطي الضوء الأخضر بصورة أو بأخرى لإسرائيل من أجل تحجيم إيران داخل الأراضي السورية. نشاهد بأنه ليس فقط في هذه المنطقة، هناك قصف كان قرب قاعدة حميميم، هناك قصف كان في مطار التيفور على بعد بضعة مئات من الأمتار من الضباط الروس. لذلك أقول بأنه لولا الرضا الروسي لما كانت هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة على الأراضي السورية. نتحدث عن نحو 20 غارة أو 20 استهداف هذا العام لوحده. في العام الفات على ما أعتقد دخلت القوات الروسية إلى مدينة الميادين، بمجرد انسحاب القوات الروسية نهارا مساء كان هناك استهداف للقواعد الإيرانية داخل الميادين في شرق سوريا. شكرا جزيلا لك أستاذ رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة.